بمناسبة الاحتفال الشعب المغربي بعيد المسيرة الخضراء، كذلك شركة أستوريا دي ماروك كتحتفل مع الشعب المغربي بهذه المناسبة، وكتنظم النسخة الثانية من دوري فن الرسم من فضل الرسم على القهوة. جميع الفائدات لباريستا اللي كيخدموا اللي كيحضروا القهوة للزبون. هاد الباريستا اللي حضروا معنا دابا هما اللي كيصاوبوا، هو اللي كيصاوبوا داك المنتوج اللي كيحضروا السرباي للزبون ديالو، اللي كنسميوه حنا بين قوسين طاليان سكره وحده، اللي جاوا من جميع المدن المغربيه وكنشكرهم. الباريستا اللي هو كنعرفو بالبرمان، اللي ما بقاش البرمان اللي كتعرفوه، ولا كيخدم بمعايير دوليه، وداك من اجل تقديم واحد المنتوج اللي يكون يحمر الوجه ويعجب الزبون ديال المقهى. والحمد لله جاوا مشاركين من مختلف ربوع المملكه، من الشمال الجنوب، والحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. وماشي هذه اول مره، هذه النسخه الثانيه مع الشركه، ونطلبوا من الله نمشيو لقدام ان شاء الله. وعندنا الحمد لله واحد سيستم ديال التحكيم اللي هو مغاير ومخالف تماما على الاجهزه والانظمه اللي كيخدموا في باقي العالم. المسابقه كانت شويه صعيبه مع الخصم ديالي من مدينه مكناس، ولكن الصراحه النيفو ديال لي باريستا هذا العام هذا ديال 2024 نيفو طالع بزاف. كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، وما تعرف من هنا المستقبل ان شاء الله نكونوا نمثلوا المغرب خارج البلاد، وتنتمنى التوفيق لباريستا كاع اللي جاوا لهنايا لكازا يشاركوا في هذه البطوله. تقريبا 40 واحد بحال هكا ماكسيموم، يعني تبارك الله كلهم هذا العام نيفو طالع بزاف، ونتمنوا نحسنوا من هذا الميدان ديال الباريستا، وتكون الصوره ديال المجتمع المغربي اللي تيشوف ان الباريستا بحال شكل الطبيب، يعني الا كان غادي يمشي للقهوه بحال غادي عند الطبيب اللي غادي يصايب ليه القهوه. ونتمنوا يتطور هذا الميدان هذا هنا في المغرب ان شاء الله. الحرفه ديال الباريستا كاين اللي عنده الشغف باش يتعلمها، وكاينين مراكز ديال التكوين من ضمنهم مركز الثقافي والفنون الكافيتريا اللي هو حنايا طبيعه الحال، اللي باسم دلاتي ارت مروكان سيستم، اللي كيفتح فرص ديال التكوين على مدار السنه. التكوين ولا اساسي في هذه الدوله اللي غاده في التطور، يعني في التصاعدي. الحمد لله ولاو عندنا دي كافي في المستوى العالي، ولينا كنقارنوا دول اللي هي اوروبيه لما لا نكونوا في العالميه ولا نفوتوهم. الحمد لله عندنا كفاءات باش نكونوا في المستوى العالي، وان شاء الله هذا الباريستا غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله في المستقبل. والباريستا كنظن بانه فنان من الفنانين الكبار اللي كيرسم بالشغف في واحد لاطاس وكيقدمها للزبناء، يعني نعطيهم واحد التفاته، ونتمنى الله تعالى ييسر لهم الامور، والمسؤولين يحاولوا ياخذوا بعين الاعتبار هاد المسائل اللي هي كتبان بسيطه ولكن راه فن حد ذاته. غنصادفوا بطولات كبرى لما لا، هاد الامور نزيدوا نعطيوها اهميه.